السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، الشبهة التانية اللي بتلقيها هذه الجماعات على المقاومة، يقول لك أصل المقاومة دي بتقبل الدعم من إيران، بتقبل الدعم بالإيران وبتستعين بإيران وبتقبل السلاح من إيران وبتقبل التمويل من إيران و و و إلى آخره. طيب هو إيه المشكلة في إن هي تقبل الدعم من إيران؟ إيه المشكلة إن هي تستعين بإيران؟ إيه المشكلة الشرعية في كده؟ تقول لي إزاي ده إيران دي دولة شيعة روافض بيسبوا الصحابة ويسبوا أم المؤمنين ويقولوا بتحريف القرآن وشنائع كثيرة جدا يفعلها الشيعة، وأنا مسلم ليك بكل هذا وأقرك في كل حرف تقوله في وصف الشيعة، ولكن السؤال إيه المانع الشرعي من الاستعانة بهؤلاء الشيعة؟ تقول لي دول كفار، الشيعة دول كفار، إيران دي دولة كافرة، مع أني خلي بالك أن حتى كبار شيوخ السلفية لا يسلمون بهذا التوصيف، لا يقولون أن الشيعة كفار هكذا جملة واحدة، ولكن يفصلون. حتى الشيخ ابن باز، حتى الشيخ ابن عثيمين، حتى الشيخ الألباني، حتى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يفصلون في موضوع الشيعة، يعني لا يكفروا الشيعة جملة واحدة هكذا، ولكن يفصلون. الشيخ الألباني الله يرحمه قال لا أجرؤ أن أجمع الشيعة جميعا بحكم واحد، وهو ده الكلام الصحيح، أن تكفير الشيعة فيه تفصيل، مش معنى كأني بدافع عن الشيعة بس هو ده الحق، تكفير الشيعة فيه تفصيل. ولكن يا سيدي سأتنازل لك وأقول لك خلاص ماشي، الشيعة كفار، مش بس كفار، دول وثنيين، دول أكفر خلق الله. إيه رأيك بقى؟ برضو يرجع لنفس السؤال، ما هو المانع الشرعي من قبول المساعدة من الوثنيين الكفار الملاحدة دول؟ إيه هو المانع الشرعي في ذلك؟ ما هو الدليل على أن قبول الإعانة والمساعدة من الكافر لا تجوز؟ قول بقى الأدلة اللي انت عايز، الأدلة اللي انت هتقولها أنا نفسي هستعملها في الرد عليك في مسألة الاستعانة بالأمريكان والإنجليز. هو الشيخ ربيع المدخلي مش له كتاب في جواز الاستعانة بالمشركين؟ والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أفتوا بجواز الاستعانة بالمشركين الأمريكان والإنجليز ساعة حرب الخليج؟ وهيئة كبار العلماء ليست لها فتوى مطولة في جواز الاستعانة بالمشركين؟ السؤال هنا لماذا الاستعانة بالأمريكان والإنجليز حلال والاستعانة بإيران حرام؟ ليه؟ ما هو المبرر الشرعي لهذا التفريق؟ ليه اعتبرت إن الاستعانة بالأمريكان والإنجليز حلال وزي الفل والاستعانة بإيران الكفرة برضو؟ وسأسلم لك سأتنازل لك ماشي، إيران الكفرة الاستعانة بها حرام لا يجوز. ما هو التخريج الشرعي لهذه المسألة؟ عشان تعرف ان في الاخر المسألة ما هياش دين، المسألة في الاخر سياسة محضة تستعمل فيها هذه الجماعات من اجل تمرير هذه السياسات. هذه الجماعات كلها مسيسة من اول داعش لحد المداخلة، كل الجماعات دي مسيسة وبيتلعبوا بأدلة الشرع، لا عايزها حلال نحللها لك، عايزها حرام نحرمها لك، عايزين الاستعانة بالامريكان والانجليز حلال حلال نحللها لك، عايزين الاستعانة بإيران حرام نحرمها لك. ما هو الفارق الشرعي بين أمريكا، يعني إيران دول وحشين وبيعملوا بيسووا شنائع في بلاد الإسلام، وأنا مسلم ليك بده، إنما الأمريكان والإنجليز دول ناس طيبين وحلوين وعلامة الصلف والشهم مثلا ولا إيه؟ ولا يفتروا عن ذكر الله وناس بيحبوا المسلمين وبيوالوا المسلمين يعني؟ ما هو الفارق بين أمريكا وبين إيران عشان يبقى الاستعانة بأمريكا حلال وزي الفل والاستعانة بإيران حرام ورجس من عمل الشيطان؟ الصورة كانت إيه؟ خلي بالك لما حصل اجتياح الكويت، وده عمل قبيح جدا وسيء جدا وغير مقبول أبدا 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 ولا نقبله أبدا، عمل الاجتياح الجيش العراقي للكويت، حصل إيه؟ دول الخليج راحوا جابوا أمريكا وإنجلترا وتحالف عالمي علشان يحموا أرضهم. طلع العلماء قال لك يجوز يجوز لأن العدو الغاصب الغاشم الظالم إلى آخر، ماشي يجوز. طيب دي في الحالة دي إيه؟ الجيش العراقي ما دخلش أي دولة من دول الخليج غير الكويت فقط، ومع ذلك قلت يجوز إن إحنا نحمي أرضنا من هذا الغاصب الغاشم الظالم لكل الكلام ده. طيب دي أرض بقى مسلمة محتلة فعلا، مش بقى متخوفين إن حد يحتلها، لا ده هي محتلة فعلا ومحتلة من كافر أصلي، يعني الجيش العراقي مهما قلت وفي الآخر مسلمين، حتى
لو كفرتهم هيبقى تكفيرهم فيه نظر، انما ده المحتل للارض المقدسه ده كافر اصلي ما فيش كلام فيه، ومش بس كافر اصلي، ده اشد خلق الله عداوه للمسلمين. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ده العدو الذي ما ترك فعلا من الشنائع الا واوقعه في ديار المسلمين، من قتل الاطفال والنساء وفعل الشنائع. طب المسلم بقى الذي تحت هذا الاحتلال ويقع عليه هذا الظلم الأسود، ده لا يجوز لي انه يستعين يا سيدي مش بالشيعة، يستعين بالملاحدة. يعني لو ان روسيا الان قالت انا هدعم المقاومة في الارض المقدسة، هيقولوا لهم ايه المطلوب من المقاومة؟ تقول لهم لا اصل انتوا كفرة مش عايزين دعمكم. لو الصين البوذيين قالوا احنا هندعم المقاومة في الارض المقدسة، المفروض يعملوا ايه المقاومة؟ لهم لا مش عايزين دعمكم يا كفرة. طب ماشي عمم الكلام ده على الكل، يبقى لا يجوز الاستعانة بالامريكان، وتراجع بقى عن الفتوى وارجع اعمل كتاب ترد فيه على نفسك وترد فيه على الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهيئة كبار العلماء. لو إن عندك دين وبتخاف من ربنا وبتتكلم لوجه الله، يقول لك أصلهم لما الأحداث بتخلص بيطلعوا يشكروا إيران، يعملوا إيه؟ لما إخوانهم أكثر الدول العربية والإسلامية تخلت عنهم وأسلمتهم إلى عدوهم ومنعوا عونهم وغوثهم، وجي كافر يا سيدي كافر أصلي ملحد وثني بيعبد الكلاب، جي وقف جنبيهم وساعدهم، يعملوا إيه؟ يقولوا إيه؟ يقولوا خلاص يا كافر امشي بقى الحرب خلصت، ولا يعملوا فيه يعني لا يشكروا؟ طب هو أنت الأمريكان والإنجليز لما جم عندك وخلصت الحرب شكرتهم ولا ما قلت لهم شكرا؟ قلت لهم خلاص الحرب خلصت يمشوا بقى يا كفرة يا أولاد 60 في 70، عملتم إيه؟ ما قلت لهمش شكرا؟ يقول لك لا ما قلنا لهم شكرا، قلنا لهم سانكيو. يعني حاجة هراء يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو في لوم على أحد في إن المقاومة بتقبل الإعانة من مثل إيران، فاللوم ليس على المقاومة ولكن على من اضطرهم لذلك، على من أسلمهم لعدوهم وراح يطبع مع العدو وراح يعمل ونسي القضية وباع القضية ومنع حرم المسلمين من حقهم عليه في نصرتهم، لأن دي مسألة جهاد دفع يا إخوة. خلي بالك إن التوصيف الشرعي لما يقع في الأرض المقدسة أن هذا جهاد دفع. يعني إيه جهاد دفع؟ يعني دفع العدو عن أرض المسلمين واجب على كل مسلم. 2 مليار مسلم يجب عليهم شرعا أن يدفعوا هذا العدو عن أرض المسلمين، وكلهم يأثم إلا من له عذر، من ليس بيده شيء يفعله. فكل من بيده عون أو نصر أو دعم ولم يقدمه فهو آثم شرعا، لأن ده جهاد دفع أرض بقعة من أغلى بقاع المسلمين، الأرض التي سماها القرآن الأرض المقدسة، ومع ذلك 75 سنة الأرض دي محتلة والمسلمين خلاص تأقلموا مع الوضع وسلموا وخلاص القضية دي ستنسى، يعني كأن خلاص بقت حاجة على الهامش. لا، ده الأمة الإسلامية كلها آثمة في كل يوم يمر وهذه الأرض تحت الاحتلال. هو ده التوصيف الشرعي الصحيح. لو أن هناك ملام أو هناك آثم فهو من خذل المقاومة ومن باع القضية، وليس من اضطر أن يتعامل مع مثل إيران من باب الاضطرار كأكل الميتة. ما في أمامهم حاجة، ما فيش حد مدلهم إيده ورفضوها أبدا، لكن أنت اللي خذلتهم.